اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. دي ماده الفلسفه للفرقه الاولى. احنا كنا خدنا المره اللي فاتت برضو عن طريق في الفيديو السابق كان عن طاليس. المره دي هناخد هيراكليتس الصفحه رقم 30 عشان برضو تكونوا متواصلين معايا. يعني هيراكليتس بيسموه فيلسوف التغير واول مبشر المسيحيه، وهو ده بالفعل اللي جذبني ان انا بالفعل نشوف يعني ايه اول مبشر المسيحيه. اللقب ده على فكره لقب جديد خده، ده غير الالقاب اللي كان واخدها سابقا واللي هنتكلم عليها النهارده. الحقيقه فيلسوف التغيير، انا بس عايزه اوجه نظر الساده اللي معايا ان هو بالفعل موضوع التغير والثبات ده في الكون ده يعتبر حاجة جذبت نظر الفلاسفة بشكل كبير. عايزين يعرفوا هل الكون وظواهره المتعاقبة دي هل فعلا في تغير كامل ولا في أشياء ثابتة ولا هو ثابت فقط وما إلى ذلك. احنا الحقيقة بنشوف الطبيعة والكون حوالينا، احنا شخصيا بنشوف تغير مستمر. نلاقي على سبيل المثال تغير فصول السنة، زي الشتاء بعد كده صيف، في ربيع بعد كده خريف وهكذا. هنلاقي برد وبعد كده حر وبعد كده برد آخر وحر آخر وهكذا. هنلاقي الإنسان طبعا في تطورات حياته، نلاقي طبعا طفل وبعد كده شاب وبعد كده يصل مرحلة النضج وبعد كده الكهولة وبعد كده شيخوخة. الشجرة بذرة بتتحط في الأرض تنبت نبتة صغيرة وبعد كده تفضل تكبر لحد ما تبقى شجرة وارفة. كل دي حاجات وتغيرات بتحصل في الطبيعة حوالينا، سببت إن لازم أي حد وبالذات الفلاسفة لازم يبصوا بعين مدققة إنه عايزين يشوفوا الحاجات دي بتتغير بسبب تغييرها إيه، وهل بالفعل التغير ده هو لسان حال كل الكائنات وكل الموجودات ولا ممكن نلاقي ثبات في وسط هذا التغيير. من ضمن الفلاسفة اللي اتكلموا عن هذا التغيير هيراكليتس، ده فيلسوف التغيير بالفعل، وهتعرفوا إزاي إنه هو كان التغيير ده كان هو السمة الأساسية في الوجود بالنسبة له من وجهة نظره. الراجل ده بس بداية هو كان اتولد في القرن السادس قبل الميلاد، كتب في عدة مجالات، كتب في الكون، في السياسة، في اللاهوت. قال عنه واحد اسمه أفلاطين، ده برضو فيلسوف آخر، قال عنه كان بيتكلم بالتشبيهات ولا يعني بإيضاح مقصوده. يعني إيه؟ يعني هو بالفعل كل كلامه كان رموز، لدرجة أنه هو ما كانش بيعني أصلاً ولا يعتني بأنه هو بالفعل إيه بيوضح المقصود إيه. يعني من آخر اللي عايز يفهم يفهم واللي مش عايز خلاص، أو اللي يقدر يفهم واللي مش قادر خلاص. هنلاقي كمان من ضمن الحاجات برضو اللي اتقالت عنه انه بيغلب عليه طابع الحزن، عشان كده لقب بلقب اخر اسمه الفيلسوف الباكي. الفيلسوف الباكي نتيجة لان بالفعل الحزن كان من الاشياء اللي بتغلب على كتاباته. لقب ايضا بالفيلسوف الغامض، والغامض ده نتيجة طبعا للتشبيهات والرموز اللي كان بالفعل بيكتبها في كتاباته، واللي كان كثيرين مش عارفين هيقصد بيها ايه. لدرجة واحد زي سقراط اتكلم كلام غريب، بيقول ان ما فهمته من كتابات هيراكليتس عظيم، وان ما لم افهمه عظيم ايضا. يعني سقراط بجلالة قدره اللي هو اصلا فيلسوف فهم نص كتابات هيراكليتس بس والنص التاني لا. نيتشه كمان كتب عليه برضو في احدى كتبه، قال ان الكلام بتاع هيراكليتس وفلسفته دي الفلسفة في العصر المأساوي الاغريقي، مأساوي طبعا نتيجة للإيه للطابع الحزين اللي موجود في كتاباته. يبقى كانت ألقابه الغامض والباكي. الراجل ده هنحط ايدينا كده على كذا فكرة عنده، الأفكار بتاعته اللي هنحط عليها ايدينا التغير والصيرورة، الأضداد والصراع بين الأضداد، النار إنها أصل الأشياء وإيه واللوغوس أو النار الأصلية. الأربع نقاط دول هنتكلم عنهم دلوقتي. طبعا أول حاجة اللي هي حتة التغير والصيرورة. يعني إيه أصلا الكلمة؟ التغير عن الأشياء عمالة بتتغير من شكل إلى آخر، الصيرورة أي أنها تصير إلى شيء آخر. زي على سبيل المثال البني آدم اللي هو من طفل فبيصير بعد كده شاب، فبيصير بعد كده رجل، بيصير كهل، بيصير شيخ وهكذا. البذرة بتصير نبتة ثم تصير شجرة صغيرة ثم شجرة كبيرة وهكذا. هي دي اسمها الصيرورة. الراجل ده كان بيتكلم عن تغير الصيرورة، ان هم دول السمة الأساسية في الوجود، وان ما فيش حد ابدا يقدر يتخيل ان في شيء راكد او شيء ثابت، لكن التغير بالفعل هو الشيء الوحيد اللي ايه الموجود واللي ينفع ان انا اتكلم عليه لانه هو الموجود، اما الراكد فغير موجود. لدرجة من ضمن اقواله وكلامه في هذا الموضوع بيقول لك ايه، لا يخطو رجل في نفس النهر مرتين ابدا، لان مياها جديدة تغمرك باستمرار.
طبعا احنا عارفين النهر اصلا ان هو بالفعل مياه جاريه، فاذا بالفعل حد يعني لمس المياه بشكل معين او ان هو دخل في المياه بشكل معين، بيقول لك ان هو من لحظه للتانيه هيلاقي بالفعل فرق وتغيير، ده نتيجه للتغيير المستمر الكبير في الوجود. الحقيقه التغيير احنا يعني بنشوفه في عينينا، بعينينا اسفه، وبنلمسه او بنلمس هذه الصيروره ازاي؟ على سبيل المثال احنا دلوقتي مثلا في فتره بين البرد والحر، احنا في اليوم الواحد بنلاقي تغير وصيروره من برد لحر ومن حر لبرد ومن برد لحر تاني وهكذا. هنلاقي طبعا تعاقب فصول السنه زي ما قلنا، هنلاقي تعاقب الليل والنهار ايه زي ما احنا شايفين طبعا يوميا قدره ربنا. هنلاقي مثلا حجره ظلمه، حجره مظلمه، لو احنا مجرد ان احنا بس فتحنا النور الحقيقه الظلام تحول الى ضوء، ولو طفينا النور تاني الضوء طبعا تحول الى ظلام. الصيروره هي السمه الاساسيه اللي موجوده. هنلاقي بالفعل الاشياء مثلا بتزيد وبتنقص، يعني صيروره. هنلاقي الشيء الجاف بيبقى رطب في بعض الاحيان والرطب بيجف في بعض الاحيان، صيروره. كل الحاجات دي عماله بتقول لنا وبتدينا يعني انذارات، خلي بالك ان التغير هو السمه الاساسيه في الوجود وليس الثبات على الاطلاق، بل ان الثبات تقريبا مش موجود. يمكن هيراكليتوس لما جاي يتكلم عن الثبات يتكلم عليه في حاجه واحده بس، دي اللي هنشوفها بس ايه في النقطه الرابعه. فهنلاقي التغير السمه الاساسيه او السمه الاساسيه. فكره كمان بس نركز بس مع بعض فيها، بيقول ايه؟ بيقول ان الحياه دي تحيا وتوجد بتدمير شيء اخر. يعني ايه بقى الحياه تحيا على تدمير شيء اخر؟ يعني علشان شيء يوجد لازم يدمر الشيء التاني. لما جيت بفكر في الموضوع لقيتها برضو الموضوع ده يعني حاجه موجوده بالفعل عندنا، زي مثلا على سبيل المثال لما بنشوف النار بتحيا بموت الهواء طبعا، لان النار لما بتشتعل وبتتاجج وبتكبر الحقيقه انها كده عماله بتنقص من مساحه الهواء علشان هي اللي بتكبر. اذا النار حيت على اساس موت الهواء. لما احنا بنطفي النار الحقيقه ان احنا دلوقتي بايه؟ بنزيد من مساحه الهواء ونقلل مساحه النار لحد ما نخليها مش موجوده تماما، فده كده معناها ان بالفعل حياه الهواء كان بموت النار. فالحاجات بتحيا على تدمير شيء اخر. العلاقه بين الارض والميه، لما مثلا الميه على سبيل المثال انها بالفعل بتزيد الى حد ما، زي مثلا اللي بيحصل مثلا في ايه في شمال مصر مثلا من البحر الابيض المتوسط بالنسبه للدلتا، اللي بيحصل ان الميه بتزيد وبتحيا وبتكسر على حساب الارض، فدلوقتي هي حيت بموت الارض. ولما الميه بتنحصر مره اخرى فكده الارض هي اللي بتحيا على حساب موت ايه؟ موت المياه. دي الفكره برضو من الافكار الاساسيه بتاعه هيراكليتس. يبقى اول فكره احنا دلوقتي حطينا يدينا عليها هي التغير والصيروره. طبعا انا مش ملتزمه بالاجزاء اللي هي ان انا اشرح كل جزء على حده، بس انا لازم اديك الافكار علشان حضرتك وحضرتك تقدر ان انت ايه تتواصل معايا. المهم ان احنا بادئين من صفحه 30 بالنسبه لشخصيه هيراكليتس. الفكره الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم عليها فكره الاضداد والصراع بين الاضداد. ايه الفكره دي؟ ساعه ما بيتكلم برضه عن الوجود بيقول ان الوجود ده مملوء بالاضداد. يعني ايه كلمه اضداد؟ جمع ضد، اي ان الشيء وضده الشيء وضده، وهذه الاشياء وضدها موجوده بالفعل كتير، بدليل ان احنا دايما بنتكلم عن البارد والحار على سبيل المثال، الصيف والشتاء على سبيل المثال، الظلمه والنور وهكذا. ده كده معناه ان الاضداد بالفعل متواجده. الفكره بقى اللي هو عايز يوصلها فكره خطيره، بيقول ان الصراع بين الاضداد هو ده اللي بيسبب بعد كده حياه الاشياء ووجودها. ازاي يعني؟ الصراع والحرب هما اللي بيسببوا وجود الاشياء طبعا، لدرجه انه قال كلمه الحرب هي اب لجميع الاشياء. اب لجميع الاشياء يعني هي اللي بتوجده. عشان كده هنلاقي على سبيل المثال مثلا السكون والحركه، الانسان ولا هو متحرك بصفه دائمه ولا هو ساكن بصفه دائمه، اذا في بعض الاوقات بيبقى متحرك وبعض الاوقات بيبقى ساكن، بيحصل صراع بين السكون والحركه لحد ما بتغلب واحده من الاثنين في الحرب دي في الصراع ده، لدرجه ان بالفعل ايه بيغلب مثلا السكون فالانسان مثلا بيقعد او بيسكن، او بتغلب الحركه فالانسان مثلا بيقوم يمشي. عشان كده الاقي ادي الصراع وادي الحرب بين شيئين متضادين وبعد كده غلب واحد. هلاقي مثلا حرب بين الظلمه والنور، الحقيقه ممكن الاثنين مثلا بيتصارعوا في وقت معين، لكن بعد كده اللي يغلب الظلمه وبعد كده او ممكن اللي يغلب النور وهكذا، زي بالظبط بالليل والنهار.
هنلاقي ممكن الصراع برضو بين الايه، بين البرد والحر، لدرجه ان في واحد فيهم بالفعل هو الايه، هو اللي بيغلب في الاخر، يا اما البرد يا اما الحر، وهكذا. الصراعات بين الاضداد هي دي تعتبر سبب وجود الشيء، وجود الشيء اللي هو في الاخر اللي هو اللي هيكسب وينتصر، وهو اللي هيبقى موجود. مثلا البرد هو اللي هيبقى موجود، النور اللي هيبقى موجود، السكون اللي هيبقى موجود، وهكذا. فكره كمان لازم نكون عارفينها، الوحده وراء الاضداد. الاضداد دي يعني حاجات متضاده وعماله بتتصارع. ده معناهم انه كتير ولا قليل؟ طبعا ده معناه انه كتير، حاجات كتيره بتتصارع على الاقل اتنين. فاصبح دلوقتي دي قسره، اسمها قسره، قسره بالساء، بتؤدي الى في الاخر وحده. ايه هي الوحده دي؟ اللي هي بالفعل للواحد. البرد والحر دول قسره تصارعوا، وبعد كده بقى البرد اللي موجود ده وحده. مثلا على سبيل المثال الخير والشر في الانسان، الاتنين بيتصارعوا. انسان في موقف معين، طب اعمل الخير ولا اعمل الشر؟ فهلاقي بالفعل ممكن هو بالفعل بعد الصراع بين الخير والشر يفعل الخير او يفعل الشر، ساعتها واحد بس اللي كسب والتاني انهزم، وساعتها من هو الذي تمثل في الانسان، الخير او الشر؟ احدهما. عشان كده هنلاقي بالفعل الوحده وراء الاضداد، الوحده بعد ايه؟ بعد صراع الاضداد. الحرب هي قبل جميع الاشياء، دي حاجه اساسيه، الصراع بين الاضداد دي حاجه اساسيه، وبعد كده بتوصلنا للوحده دي اللي احنا لسه قايلين عليها، زي مثلا الخير والشر في الانسان، وبعد كده واحد فيهم ينتصر، اذا يتمثل في الانسان اما الخير فقط او الشر فقط، واحد. بالنسبه للنقطه رقم ثلاثة، النار اصل الاشياء. كنا اتكلمنا في المره اللي فاتت عن طاليس، وهو طبعا من الفلسفه الطبيعيه، وعرفنا الفلسفة الطبيعية دي اللي هي بتقصد إن هي بتتكلم عن أصل الوجود أو أصل الطبيعة. وساعة لما بتتكلم عن أصل الوجود والكون، الأصل معنوي وليس شيء مادي، شيء عقلي. لما جاء طاليس واتكلم عن أصل الوجود المية، واتكلمنا إيه السبب، وإنه طبعا مادة لينة وما إلى ذلك، هنلاقي إن هيراكليتس اتكلم بشكل مختلف. قال لا، أصل الوجود لا مش مية ومش تراب ومش هواء، أمال إيه؟ لا، أصل الوجود هي النار. لما جاي يتكلم عن النار، اشمعنى النار يا هيراكليتس؟ يعني ليه هي اللي اخترتها؟ قال ان هي اللي بتحقق الكلام والفكر بتاعي. بمعنى هنلاقي مثلا النار على سبيل المثال يقول لك انها في تغير مستمر، ودايما بتتغير لاشياء اخرى. ودي لو احنا جينا برضو نقيسها بعقلنا كده شويه، هنلاقي بالفعل ممكن النار فعلا بتتغير تغيرات كتير. زي على سبيل المثال النار مثلا، طبعا لما بتيجي تتأجج بشكل كبير، فنلاقي ممكن ايه، ممكن يطلع منها دخان، فاذا تحولت الى دخان وابخره كتير. الدخان ده عمال بيتصاعد، طبعا الدخان ده معناه انه هواء، يبقى اذا ادي النار تحولت لهواء. الدخان ده بيتصاعد، وممكن هو بالفعل بيلاقي بعض قطرات ماء من رطوبه من ومن، فالمهم بيصعد بها الى اعلى. لما بيصعد اللي بيحصل طبعا ان هو لما بيلاقي جسم بارد او جو بارد اسفل، بيروح متكاثف، اللي هو على سبيل المثال في صوره السحب. فده معناه ان هو بالفعل راح لايه، لشيء اخر، وهي شيء ايه، شيء جامد او شيء صلب. بعد كده لما بيجي حراره مره تانية، بتبدا السحب دي بتتساقط منها المياه، فاصبح دلوقتي تحول الهواء والماء اللي احنا لسه سايبينهم فوق دول الى ميه، فاصبح ادي النار هواء ميه. الميه بعد كده لما بتنزل، اللي بيحصل ان هي بالفعل بتدخل في اعماق الارض، لدرجة ان حضرتك ما تقدرش تفصل بين الارض والمية. لو مثلا المية سقطت على الارض زراعية على سبيل المثال، الارض بتمتصها بشكل كبير لدرجة انك ما تقدرش ان انت تسحبهم من بعض، الارض والايه والمية، فقد تكون انها تحولت الى ارض. عشان كده هنلاقي بالفعل ادي كده تحولات النار. الحاجات دي لحد ما مش مكتوبة، بس انا بوضحها عشان اقول وجهة نظر هيراكليتس كان فكره ايه. فلقينا نتيجة لهذا التغير الشديد اللي من النار، لقينا ان هو بالفعل اختار النار انها تكون هي الاساس وهي الاصل وهي الوجود الاساسي بتاع الكون، اصل الوجود واصل الكون زي ما يراه هيراكليتس. عشان كده كمان من ضمن الحاجات اللي برضو بيقولها، وده كان هيبقى صفحة 32، ان النار في وجودها وحياتها تعتمد على الصراع والامتداد، ودي برضو حاجة بتحقق كلامه. اولا هي حركتها سريعه جدا النار، ودي طبعا حاجه يعني لا قدر الله بنشوفها، مجرد ما النار تشتعل في شيء نلاقي على طول زادت وايه وكانت سرعتها فائقه، الا طبعا لو الواحد حجزها من ايه من اولها. فطبعا كونها بتتغير لامور كثيره، ده برضو حاجات بتخدم كلامه. الصيروره والتغير والحركه السريعه،
كل دي تعتبر حاجات متوفرة في النار، وعشان كده لقيناه ان هو اختارها ان هي الاصل بتاع الوجود. لما جاء بعد كده بيتكلم عن النار، لقيناه بيدخل في فكرة اغرب، وهي بيقول النار الأصلية، والنار الأصلية دي هي اللوغوس. والأول مرة كنا نسمع كلمة اللوغوس في التاريخ الفلسفي، أول مرة نسمعها في التاريخ عموما كلمة اللوغوس. اللوغوس دي طبعا اللي احنا بالفعل عندنا في المسيحية اللي هو الرب يسوع المسيح. كلمة اللوغوس دي كلمة يونانية معناها الكلمة أو العقل، وساعة لما جاي يستخدمها بطريقة حتى كلامه عليها كلام عجيب. ازاي اللي بني ادم ده من القرن السادس قبل الميلاد ويتكلم عن اللوغوس بهذه الطريقه، كانه بيتكلم عن الرب يسوع المسيح بالظبط. فعلا ربنا لما بيحط شاهد في كل عصر بالفعل بيبقى دي حقيقه، ادي واحد ولا كانت لسه المسيحيه جات ولا الله تجسد، ورغم ذلك يتكلم عن اللوغوس بهذه الصوره. لو جينا نشوف كده في صفحه 31 كلامه ايه عن هذا اللوغوس، كلام عجيب اللي هو في الجزء بتاع عقلانيه الاشياء. يعتبر هيراكليتس أول مفكر يوناني قال بنظرية اللوغوس، ويقصد هيراكليتس باللوغوس إيه؟ قانون كلي، طبعاً كلي عكس جزئي، الكلي معنوي والجزئي مادي، ودي حاجة احنا خدناها قبل كده. كلي بيدبر العالم وجوهر أجزاء الكون المتغيرة، يعني إيه الكلام ده؟ مبدأ كلي وقانون كلي هو اللي وراء وجود هذا العالم، يعني هو كأنه هو اللي خلقه وهو اللي بيدبر هذا الكون، وهو الجوهر اللي وراء كل الأضداد وكل الأجزاء المتغيرة اللي موجودة في العالم دي، اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي هي تطور عمر الإنسان، الشجرة وتطورها، يعني تعاقب الليل والنهار، فصول السنة، الحركة والسكون، كل الأجزاء المتغيرة وكل الأضداد دي بالفعل كان أصلها هذا القانون وهو مدبرها. كلام عجيب. هنلاقي كمان من ضمن الكلام بيقول إن اللغز الكلي هو المبدأ العاقل في الوجود، عشان كده كلمة عقلانية الأشياء جت من هذا المبدأ، مبدأ عاقل، لأن بالفعل كلمة لوغوس معناها عقل أو الكلمة في الوجود، وهو قانون التغير. طبعا حد هيقول لي قانون التغير بمعنى إيه؟ قانون التغير صحيح، القانون بيقول بالتغير اللي هو الأشياء متغيرة باستمرار، ولكن ده مش معناه إن هي بالفعل إيه؟ بالفعل القانون نفسه متغير، القانون ثابت رغم أنه يتحدث عن التغير. إذا أنا ما أقول قانون معين بيقول أن كل الأشياء متغيرة، فقانوني هذا هو الشيء الوحيد اللي ثابت. عشان كده هنلاقي ده الثبات الوحيد اللي موجود في الوجود أو لفلسفة هيراكليتس، هو قانون التغير اللي هو هذا اللوغوس اللي بيتكلم عليه. بيتكلم عن اللغز كمان وبيقول اللغز هو الحقيقة والجوهر الواحد للعالم المحسوس المتغير. العالم المحسوس يعني مادي، كلمة محسوس أي أتعامل معه بالحواس، بشوفه بسمعه بشمه بلمسه بتذوقه وهكذا، بتعامل معه بالحواس. فهو الجوهر الواحد للعالم المحسوس المتغير، هذا العالم المحسوس اللي بيتغير باستمرار وفيه صيرورة باستمرار. الكائن اللي وراه هذا الكائن الثابت هو الكائن هو اللي إيه؟ هو اللغز. وكلمة جوهر يعني أصل، يعني ماهية، يعني طبيعة الشيء. عشان كده هنلاقي يعتبر هو ده الأصل والحاجة الكينونة الأولى اللي أنتجت كل هذا الوجود المتغير المحسوس. من ضمن الكلمات كمان اللوغوس هو المبدأ للوجود وهو يشمل جميع الكائنات والكل به صنع. كلام برضو عجيب. وبواسطته تحدث جميع أحداث العالم كما أنه الواحد، هو الواحد ورغم ذلك كل أحداث العالم وكل الحاجات المتضادة وكل الأضداد والكسرة في الأضداد والتغير المستمر كلها جاية بواسطته وهو اللي عملها. وما الكسرة التي نراها في العالم إلا أشكال مختلفة له، لأنه هو يعتبر الواحد والذي ترتد إليه في الآخر أي كسرة. زي بالظبط مثلا ما بنرد على سبيل المثال القطار مثلا، نفضل نرد مثلا آخر عربية بعدها للي قبلها للي قبلها للي قبلها لحد ما نوصل للعربية الأولى التي لا يقودها أحد أو التي لا يسيطر عليها أحد، فهي تقاد ذاتيا. عشان كده هنلاقي بالفعل أنه هو ده اللي بترد إليه في الآخر الكسرة إلى الوحدة اللي هو اللوغوس. ساعة ما جاء بيتكلم كمان عن اللوغوس إن هو النار الأصلية، بيقول النار بتاعت هيراكليتس دي نار مش مادية، مش النار اللي بنشوفها، لا دي نار تأخذ درجة عقلية معنوية. النار دي
من ضمن الحاجات اللي بيقولها عنها انها نار عاقله ازليه ابديه، ازليه ليس لها بدايه وابديه ليس لها نهايه، يعني بيتكلم عن الله. هي قانون العالم وهو قانون عام لا يمكن ادراكه بالحواس، ده معناه ان هو معنوي عقلي كلي ما ينفعش ادركه بالحواس، يعني ما ينفعش ان انا اشوفه الله. هيراكليتس كمان بيتكلم برضو عن الكلمه دي، بيقول ايه؟ بيقول ان اللغز هو مجرد مبدا باطني للعالم او قانون كلي منظم لكل الاشياء. يعني ايه كلمه مبدا باطني؟ هوصلها لك بفكره ممكن احنا عندنا. الروح دي شيء باطني لا يرى، ورغم ذلك هي اللي عماله بتؤثر في كل الحاجات اللي احنا بنعملها، هي اللي بتؤثر في ان احنا بنفكر، بنقوم، بنشتغل، بنقعد، بناكل، بنشرب، بنتفوق في دراسه وما الى ذلك. كل دي حاجات جايه بسبب هذه الروح، هذا المبدا الباطني محرك هذا الانسان. اذا هنلاقي بالفعل مبدا باطني للعالم وخلاه هو اللوغوس، يعني زي بالظبط روح هذا العالم، قانون كلي منظم لكل الاشياء، منظم لكل الاشياء يعني اذا هو الله، يعني هو بالفعل ايه فصلها. هنلاقي كمان هيراكليتس بيقول مع ان هذه الكلمه ازليه يعني المفروض تكون بالفعل على يعني كل البشر على معرفه بها، شوف هيقول لك ايه وهو طبعا حزين لهذا الامر، الا ان الناس يعجزون عن فهمها عند سماعها كانهم يسمعونها لاول مره، ذلك ان الاشياء ولو انها تجري مطابقه لهذه الكلمه، يعني رغم ان بالفعل كل الاضداد بتروح لواحد، كل التغير في الاخر بايه بيسير الى واحد، كلنا عارفين ان الواحد ده هو سبب في وجود كل هذه الاشياء، الا ان الناس يبدون كانه لا تجربه لهم بالايه بهذه الاشياء، ولا تجربه لهم ولا معرفه لهم. الحقيقه لما جيت افكر في الموضوع ده لقيت ان احنا ساعات بيحصل لنا كده، احنا ربنا عارفين طبعا، لكن ساعات كده من بعدنا بننساه، مش عارفين ده ايه. اول ما بنسمع بعد كده عظه بنلاقي نفسنا نقول يا خبر انا ازاي ارجع، انا ازاي، انا لازم افوق. اللي حصل بالفعل ان انا وكاني ايه، وكاني برجع تاني. احنا بنقل فهمنا لهذا الجوهر الالهي، لكن بعد كده مجرد سمعنا المستمر لعظات من قبيل ان هي بالفعل بترجعنا لربنا، بنحاول ان احنا نرجع له تاني ونفهمه مره اخرى من هو الله بالظبط. ساعة لما اتكلم عن اللغز كمان قال اللغز هو قانون العالم الضروري للوجود، والقانون ده موجود في داخلنا، وده يعتبر الكلام برضو العجيب موجود في داخلنا. بمعنى ايه؟ الراجل ده برضو يعني فصل القول لما يجي يقول موجود بداخلنا، يعني الله، الله بس مش حاجة موجودة برة واحنا بس يعني بنعبده كده من بعيد لبعيد وبعد كده بنرجع بيتنا تاني، ولا نصلي له الصبح وبعد كده نروح نشتغل وملوش دعوة بينا. لا، الحقيقه ده قال ان الله داخلنا، رغم ان الراجل ده كان قلنا في القرن السادس قبل الميلاد وما يعرفش الله اصلا، الا ان الراجل ده توصل لفكره اللوغوس وفكره الله في هذا الوقت. لانه ان هو ساعه ما جاء بيتكلم كمان عن العقل، لانه بيقول العقل هو الذي يصل الى معرفه حقيقه الاشياء، يدرك التضاد القائم بينها. احنا بالفعل ده بندركه بدليل ان كل واحد فينا ساعات بيعمل الشر او بيعمل الخير بيدرك ان هو كان في صراع بين الخير والشر، وبعد كده عملت الخير بارادتي او الشر بارادتي، فدي حاجه طبعا ما حدش يقدر ينكرها. وهكذا في البرد والحر، وهكذا في فصول السنه، وهكذا في كل حاجه احنا بالفعل بنعرف الاضداد وبنعرف حقيقتها. كمان العقل، شوف الكلام، ان هو ربنا اعطانا هذا العقل ليه، او احنا جالنا هذا العقل ليه، بيدرك القانون العام اللي هو اللوغوس. بيقول ان العقل الكائن في الانسان ده جزء من العقل الالهي، ليه؟ علشان يدرك به هذا الاله، وكان ربنا اعطانا هذا العقل البسيط البشري جزء من عقله الايه الكلي اللامحدود عشان نقدر ندركه به. لك بقى ان تتخيل ان البني ادم المفروض عنده عقل ولا يدرك وجود الله، فطبعا ده الشيء الغريب اللي ممكن الواحد يستغرب له، لان اصلا العقل ده ربنا اعطاه لنا عشان ندركه به. كلام رائع من هيراكليتس من القرن السادس قبل الميلاد. الجزئية الأخيرة الحقيقة اللي عايزة أتكلم فيها نظرية اللوغوس بقى وعلاقتها بالمسيحية. ساعة ما أتكلم عن اللوغوس، اللوغوس ده ليه نوعين، يا إما طبعا هو معناه الكلمة، يا إما الكلمة الملفوظة، يا إما الكلمة التي توجد داخل الرأس. الملفوظة اللي بالفعل البني آدم بيقولها تلفظ بها، عشان كده هنلاقي بالفعل كلام الانسان يدل عليه، يعني عمرنا ما ننسى سقراط ساعه ما قال لواحد تكلم حتى اراك، دي حقيقه،
انا شايفك يعني جسد ورأس ولابس سهل، لكن انت مين؟ انت مين دي ما هجيش الا لما سيادتك تتكلم عشان اقدر اعرف فكرك ايه وعقليتك ايه وتربيتك واخلاقك وما الى ذلك. فالكلمه الملفوظه دي لغز لانها كلمه، والكلمه كمان اللي داخل الرأس اللي هي بقى بنسميها الكلمه الباطنيه او الباطنه دي تعتبر هي كمان كلمه. واللغز كمان برضو قال انه ممكن يكون معناه العقل او الفهم او الرأي الذي داخل الرأس. داخل الرأس وممكن يكون بالفعل في صورة كلام، ولكن ما بتبوحش بيه، ده بالفعل بيظهر بعد كده في تصرفاتك، بتعلو الى امور معينة، بتبقى انسان يعني مثلا عندك برستيج معين. كل دي حاجات بسبب ايه؟ بسبب الافكار الموجودة داخل رأسك، مبادئك اللي بتتحول الى سلوكيات، زي امانتك في عملك، ما تاخدش رشوة وما إلى ذلك من الأمور. فده كده معناه أن دي تعتبر الكلمة الباطنة اللي هي داخل الرأس أو اللي هي موجودة في العقل أو الفهم أو الرأي، القوة الفكرية اللي عند الإنسان. اللغز عند هيروكليتس عايز أقولك إن لكم أن هي بالفعل كانت مرحلتها الأخيرة، هذا الكائن العلوي اللي هو بالفعل النار الأصلية اللي هو القوة الأزلية الأبدية التي لا ترى، احنا ممكن بس بنعرفها بالعقل اللي فينا اللي هو جزء من العقل الإلهي، غير كده لا. ولكن احنا عندنا بقى في المسيحية الموضوع يعني خد مرحلة جديدة، وهي أن الكلمة تجسد وصار جسدا وحل بيننا ورأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا. الحقيقة اللوغوس المسيحي هو الكلمة الإلهية والعقل الإلهي. وعايزة بس أقول في النهاية أن طبعا كلمة الله اللي هي بالفعل خلقت في يوم من الأيام هذا الوجود، هي اللي بعد كده تجسدت وجات علشان تقدر أن هي إيه تعيد خلقتها مرة أخرى بعد ما مزقتها الخطية. ربنا ساعة ما جه يخلق خلق كل العالم بكلمة، قال للشيء كن فكان. نفس الفكرة، الكلمة الإلهية تجسدت وأخذت جسدا وجات علشان تفدينا وعطتنا الحياة الجديدة. إذن عندنا اللوغوس خد مرحلة جديدة. كتر خيرك يا هيراكليتس إنك أنت وصلتنا في مرحلة كويسة جدا جدا لهذا اللوغوس الإلهي النار الأصلية الأزلي الأبدي الذي لو دققنا فيها نعرفه، لو عرفنا أن علينا جزء منه هنعرفه. لكن إحنا عندنا المرحلة الجديدة وهي مرحلة تجسد الكلمة واللي هو بالفعل الرب يسوع المسيح. ده طبعا في عقيدتنا المسيحية، والجزئيه دي تعتبر اهم جزئيه اللي هي صفحه 33 اللي هي نظريه اللوغوس في الفلسفه اليونانيه. شكرا جدا للاستماع. مرسي.